السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. هذه أول مرة تزوروا القناة، أدعوكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد يوميا إن شاء الله. إذا اليوم راح نعمل معكم حلوة رائعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لأن عيد الأضحى مبارك على الأبواب. نتمنى يلقانا لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. أعتذر على الصوت، عني شوية مريضة، ادعوا لي بالشفاء. الآن نقدم لكم المقادير تاع هذه الحلوى البسيطة وكذلك الرائعة في المذاق والشكل في نفس الوقت. إذا بالنسبة للمقادير كالآتي: عندي هنا 250 غرام تاع الزبدة، 4 حبات بيض حجم كبير، عندي هنايا مبشور ليمونة كاملة، عندي هنايا تقريبا 150 غرام تاع عجينة التمر، عندي هنا خمارة واحدة، نصف كاس تاع سكر كلاصي، عندي نصف كاس تاع حليب البودرة نحضة. وللتزيين نحتاج إلى بيضة واحدة، يعني حندير هنايا 4 صفار بيض وناقص بيض بيض واحد، يعني باش نزين به وجه الحلوى. نحتاج إلى القليل من الجلجلان، ما يعادل 250 غرام تاع الجلجلان، وكذلك نحتاج إلى العسل باش نعسلها، والناس اللي تحب تخليها جافة يعني ما تعسلهاش يبقى اختياري. ونحتاج كذلك قطرة فقط تاع الماء زهر، واحد الملعقة باش نعاون بها عجينة التمر باش تولي طرية ونقدر نتحكم فيها. كذلك راح نضيف لها ملعقة تاع الزيت ولا ملعقة تاع الزبدة، يبقى اختياري. اذا نروح مباشرة لطريقة التحضير. اذا اولا هنا كما راكم تلاحظوا الجلجلان تاعي حمصته باش يعطيني هذاك الذوق يكون بنين. راح نحط نبدا نخدم الزبدة. بسم الله، نجيب هنايا صحن يكون غمق، وناخد هنا كيما راكم تلاحظوا راهي 500 غرام، ناخد نصف العلبة فقط، نحتاجو 250 غرام. إذا هنا كيما راكم تلاحظوا ذوبت الزبدة بأصابع اليد، تقدروا تستعملوا لاسباتولا كانت الزبدة تاعكم على حرارة الغرفة. وكما راكم تلاحظوا مع درجة الحرارة العالية اللي راهي الأيام تاع هذا الشهر راهي درجة حرارة عالية، والزبدة هنا كما راكم تلاحظوا راهي تقريبا سهلة، راهي ذايبة، راني ندوب فيها غير بلاسباتول، ربي يلطف بينا إن شاء الله. الآن راح نضيف نصف كاس تاع السكر ناعم، لانه الا كان ديروها جافه ديرولها كاس كامل، والا حبيتو تعسلوها ديرولها نص كاس، لانه العسل بحد ذاته هو كذلك حلو سهله. يعني هذه الحلوه هذه ماش تطلب لك بزاف تاع الوقت، بدل طيابها والخدمه تاعها ما تلحقش نص ساعه، خاصه الا كان الفرن تاعك النوعيه تاعو جيده. انا بالنسبه باش نشرح لك الطريقة فقط، بعد ما دخلت السكر مع الزبدة راح نضيف اللحظة، دائما نخلط هكذا حتى تخلط هاد المكونات جيدا، الزبدة السكر واللحظة. راني نخدم غير بالملعقة كما راكم تلاحظوا، نعاود نذكر الزبدة لازم تكون على حرارة الغرفة. الان راح نضيف هنا كما راكم تلاحظوا نضيف هذيك الكميه تاع البيض، قلت لكم 3 بياض بيض و4 صفار بيض، وهذاك البياض الواحد راح نضيفه كي نزين الحلوه. هنا مباشره راح نضيف مبشور الليمون ونخلط هاد المكونات كامل. بالنسبه للناس اللي حبت دير شويه ذوق تاع الجلجلان في العجينة تقدروا تضيفوا له كذلك قليل من الجلجلان. الآن راح نضيف خميرة واحدة ما يعادل 10 غرامات، زيد نخلطها مليح مع هاد المكونات ونبدأ نضم بالفرينة. الفرينة أكيد حتى نغربلوها، دعنا نغربل الفرينة تاعي وانتا فيما بعد بقوا معنا.
لهنا راح نستعين بالملعقة. من بعد كي نشوف باللي بدات تلم العجينه بنستخدم يدي انا باش ما نوسخش اليدين، لانه الحلوه هذه العجينه تاعها لازم تجي العجينه تاعها طريه بزاف باش نقدروا نتحكموا فيها، لانه كيما راكم تلاحظوا ما فيهاش لا ميزينه. نقعد نضيف الفرينه غير بشويه، تقريبا راح تدي لكم واحد 500 حتى 600 غرام تاع الفرينه. كما راكم تلاحظوا هنا نخدم بالملعقه، من بعد نبدا نستخدم اليد كي تبدا تتلم يعني تبدا تنشف نستخدم يدي. ما تعجنوهاش فقط لموها هاليك. زين هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما بدات تلم العجينه تاعي، الان راح نستخدم اليد هكذا بلا ما نوسخ يدي. شوفوا نلم العجينه تاعي، نبدا نضيف الفرينه غير بشويه ونلم العجينه. اذا انا نقم العجينه هذه ونطلقها فيها مع بعد، بقاو معنا. إذن الان بعد ما لميت العجينه شوفوا نستخدم اليد اللي ما لميتش بها العجينه، تحسوا باللي العجينه تاعكم راه طريه بزاف كذلك ما تلصقش في اليد. شوفوا نخليها باش ترتاح تقريبا واحد نصف ساعه، وراح الان نحضر عجينه التمر نضريها. انا نفضل ندير لها زيت المائده وكذلك قليل من الماء زهر، قليل فقط تاع الزيت. نبدا نعجن عجينه التمر تاعي حتى تولي تطرى. انا شفتوها باللي لازم تزيدوا لها الماء زهر، زيدوا لها قليل من الماء زهر. دونك كما راكم تلاحظوا العجينه تاعي هنا ولات طريه، راح ناخذ كميه صغيره تقريبا الوزن تاعها 15 غرام هكذا، نشكل الكرات هذوما صغيره. الان راح ناخذ العجينه بسم الله، بعد ما كملت الكره تاع التمر العجينه تاعي هنا تقريبا راح ناخذ الميزان تاع كل كره 30 غرام هكذا. من بعد نضغط الداخل وندخل الكره تاع عجينه التمر وتحصل على هذا الشكل هكذا. نخدمهم كامل حتى نكملهم نتحصل على هاد العجينه. العجينه تكون طريقه، ناخذ هكذا كرة هكذا ونبدا نحط في الصينية. ده هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما درت شكلت الكرات تاعي، الان راح نغطسهم في البيض، من بعد نغطسهم مباشره في الجرجمان. اذا نحط الوجه تاع الحلوه تاعي، تحبوا ديروها كامل الوجه ولا تحبوا ديروا غير كامل الحلوه تاعكم يبقى اختياري. نعم من بعد نديرها في الجلجلان هكذا تحصل على هذا الوجه. نزيد أن نسكمها شويه هكذا ونحطها في سنيوة حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. نزيد الحبه الثانيه نغطس لها الوجه فقط تاع الحلوه، ثم نديرها في الجلجلان هكذا نحيها نضغطها هكذا شويه نساويها مليح ونحطها في السنيوة. وذن نكمل نزين وجه الحلوى كامل ونرجع فيما بعد، بقاو معنا. وذن هنا بعد ما درت لهم كامل الجلجلان مع البيض، الان راح نجيب هذا الطابع
كنت سبقت وعملت لكم بيه حلوه، نغطسو بشويه تاع الفرنه وننفضو مليح، ومن بعد ناخذ مطبع الحبه حلوه تاعي بهالطريقه، نحو بالعقل برك هكذا، نزيد مطبع التانية هكذا، اذا نكمل نطبع كامل الحلوة ونرجع فيما بعد بقاو معنا. اذا هنا كما راكم تلاحظوا بعد ما ضغطتهم كامل بالطابع نتحصل على هذا الشكل. الان راح نستخدم الكرز المجفف، ولا ما عندكمش تقدروا تستعملوا وردات من نوله تاع عجينة التمر، ولا كي طيب ديروا لها هذوك العقيقشات الفضيين. نغطس الكرز تاعي بعد ما قطعته ونحطه في البيض، ومن بعد مباشرة نحطه في الحلوة هكذا باش يلصق وما يطيحش. كما نزين ونرجع، الآن راح ندخلها لفرن ساخن 180 درجة، بعد ما طيب نعسلها ونقدمها لكم على مائدة التقديم. بقاو معنا. بعد ما طيب نعسلو هكذا سخونة والعسل تكون باردة، نعسلوها غير بشوية باسكو هي طرية بزاف باش ما تكسر لكمش. لن نكمل نعسل الحلوة تاعي ونتلاقاو ان شاء الله على مائدة التقديم. بقاو معنا. اذا كما راكم تلاحظوا هنايا الحلوة تاعي هنا بعد ما طابت شتو معايا عسلتها، هنا كما راكم تلاحظوا هذا هو القوام تاع الحلوة تاعي. الشكل تاعها جاي رائع راقي وتجي بزاف خفيفة وهشيشة، توالم في العيد توالم في الأعراس، حطوها مع لاتاي اقتصادية وكذلك تخرج بزاف حبات. كيما هذه خرجت لي 35 حبة، 250 غرام تاع الزبدة خرجت لي 35 حبة. هنا كيما راكم تلاحظون درتهم كبار، لكن حبيت ديرهم صغار راح تتحصلوا على أكثر من 40 حبة. نتمنى الوصفة تاع نهار اليوم تكون نالت الإعجاب تاعكم، وإلا عجبتكم الوصفة متبخلوش علينا بجام، بارطاجيو الفيديو شاركوا به الأصدقاء تاعكم. نوريكم هنا نقسم لكم حبة باش تشوفوا هنا كيفاش يجي الشكل تاعها من الداخل. إذا هنا كيما راكم تلاحظوا الشكل تاعها من الداخل تجي معسلة الله الله. إلى الملتقى، نتلاقوا في وصفات أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.